محاولة انتحار خلف العمود الحديد. لحسن الحظ أصيبت الضحية فقط بجروح، وآخر ربما في حالة سكر ترتطم سيارته في منتصف الليل بمقدمة التراموي. يجب أن نسجل أن كل سلوك قد يؤدي إلى إرباك الآلاف من الركاب. تسجل مجموعة من التوقفات تبدأ من 10 دقائق إلى ساعات. أبطال هذه الحوادث أيضا بعض أصحاب العربات التي تجرها الدواب، يقودون مركباتهم أحيانا تحت تأثير المخدرات. أما صاحب التاكسي هذا لا ندري ماذا يريد أن يفعل، كاد أن يتسبب في مقتل الركاب، وهي مشاهد تحدث يوميا على سكة التراموي. فين هي المواطنة الحقيقية؟ المواطنة الحقيقية يعني نحترموا هاد الترام، نحترموا مجموعة من نواكبوا التحضر اللي كتعيشوا البلاد ديالنا من خلال مجموعة من المشاريع اللي خصنا نواكبوها ونحترموها. بالتالي كنشوف مجموعة من الناس اللي مجموعة من العربات بالكراول، مجموعة من الدراجات اللي كتمشي في الممر ديال القطارات، وبالتالي ضارب عرض الحائط هاد التنمية، هاد التحضر هذا. أما بعض أصحاب الدراجات الهوائية والنارية يحولون شبكة التراموي إلى طريق عام، وأحيانا إلى حلبة للسباق. زد على ذلك بعض الباعة المتجولين الذين يتاجرون فوق السكة. السائق ديال التراموي تيصيب مشاكل كبيرة باش يدوز هو في لاغاي ديالو، لكننا غادي نزيدوا القدام، غادي نزيدوا كلنا، المجتمع كله يزيد. من المشاهد التي لا تبعث على الارتياح وتطرح عدة تساؤلات هو إقدام البعض على إلقاء النفايات المنزلية فوق التجهيزات المخصصة لشبكة التراموي. حاشاك بالحمار غادين وهذا، وكيلوحوا الزب الزبال والماطر كيدوزوا فوق من التراموي. ها هو واحد الموتور دايز قدامك اسيدي، ها هو قدامك دايز، ها هو هادشي ممنوع، هادشي ما خصوش يكون. بغينا نتقدموا، بغينا الشعب يعيق، بغينا نتقدموا، بغينا نكونوا شي حاجه قدوه للناس اخرين. الكل يتذكر شهر دجنبر الماضي عندما ارتطمت شاحنه بالتراموي والحصيل العديد من الجرحى واتلاف كلي للعربه التي تخضع اليوم للاصلاح. دابا تقريبا 9 أشهر وهذه القطيره باقي في طور الاصلاح والصيانه، هذا معناه انه في هذه المده كامله المسافرين والبيضاويين محرومين من هذه القطيره. نحن امام حالات لاشخاص لا يدركون خطوره ما يقومون به. فوضى تعرفها شبكه تراموي الدار البيضاء، وهي مدينه تتهيأ اليوم لتصبح مدينه ذكيه مثل باقي العواصم المتقدمه.